أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، إن شاء الله تبارك وتعالى المقام ليس مقام كلام طويل، ولكن هي كلمة خفيفة وموعظة يسيرة من القرآن الكريم تخص الجميع، وتعلق أكثر يكون لأمهاتنا وأخواتنا من النساء. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذه الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النسوة على هذا، أي على ما جاء في هذه الآية الكريمة. فكانت النساء تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم للبيعة، فيبايعهن عليه الصلاة والسلام على ما جاء في هذه الآية، يقرأ عليهن هذه الآية ويبايعهن. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء على أولاً ألا يشركن بالله شيئاً، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصين النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، المرأة إذا فعلت ذلك قال: فبايعهن، وبعد ذاك: واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. طيب، جاء في تفسير العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى لهذه الآيات من حديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها أنها كانت من النسوة التي أتينا النبي صلى الله عليه وسلم للبيعة، فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء من غير مصافحة، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الرجال مكاففة، يعني بالكف، يمسك في يد الرجل الدار يسلم ثم يبايع على الإسلام، على أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. أما النساء فكان يبايعهن من غير مكاففة، يعني ما بيسلم على المرأة في يدها، إنما من بعيد. فسيدة عائشة قالت: والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة لا تحل له قط. المرأة اللي ما بتحل له، أي المرأة التي ليست من المحارم، المحارم المذكورة في الآية. قال تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ثمانية أصناف في هذه الآية. إذن من المحارم بالنسبة لنا
الأم من المحارم والأخت والخالة والعمة وبنت الأخت وبنت الأخ وهكذا المذكورة في الآية دي. أخواننا يجوز للإنسان أن يصافحها الأم الخالة العمة بنت الأخ بنت الأخت. أم زوجتك تمام، أم الزوجة هي من الحرمة الدائمة، حرمة حرمة دائمة، فيجوز للإنسان أن يختلي بها أو أن يصافحها وأن تكشف أمامه ما يجوز كشفه عرفا. يعني يجوز لها إنها تكشف أمام وجهها شعرها يدينا رجولة هكذا، هذه المحارم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع النساء، قال تبارك وتعالى على ألا يشركن بالله شيئا. هذه أول مسألة يا أخواننا في البيعة، لا يشركن بالله شيئا. لأن النساء يا أخواننا كنا في الجاهلية يأتينا الكهان، المرأة تمشي للكاهن، والكاهن زي ما ذكرنا في الدرس قبل إنه هو العراف اللي بيدعي معرفة الأمور، زي ما عندنا بسموه اللي بيفتح الكتاب أو الدجال اللي بيكتب الأوراق أو غيره. هؤلاء الكهان إتيانهم من الشرك بالله سبحانه وتعالى، من الشرك أن نأتي إلى الكهان. ليه يا أخواننا؟ أولاً لأن هذا الكاهن هو مخلوق وضعيف ولا يستطيع أن يغير شيئاً في الأقدار، الأقدار بيد الله سبحانه وتعالى، ما يغير شيء، لا في خير حيحول لشر ولا شر حيحول لخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة، الأمة كلها بما فيها الكبير والصغير والعالم وغير العالم، قال لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا يعني كل الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الكاهن ده اللي انت بتمشي له ولا احنا بنسميه الفقي، طيب اللي بتمشي له هل حيغير حاجة فيما يحصل لك انت؟ ما حيغير شيء. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة فاطر ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. يعني ربنا سبحانه وتعالى لو منزل رحمة ما في حد يمسكها. قال وما يمسك، والرحمة اللي بيمسكها ربنا، قال فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. قال تبارك وتعالى في سورة الزمر قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. معنى الآية واضح، يعني لو ربنا كاتب لي الضر ضر كاتب ربنا، هل ممكن الكاهن ده أو الفكي زي ما نحن بنسميه هل ممكن يغير أجل ربنا اللي قدره؟ ما حيغير، صحيح؟ ما حيغير شيء. طيب ربنا قال أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي. لو ربنا سبحانه وتعالى رايد بينا خير من رزق من تعليم من ولادة من غيره، هل الكاهن حيغير حاجة؟ ما حيغير حاجة. آخر الآية ربنا قال قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. إذن المؤمن يا أخواننا لا يأتي الكهان. ولذلك نحن نقول لأمهاتنا نساءنا لأخواتنا لا يجوز للمسلمة التي تؤمن بالله وباليوم الآخر أن تذهب للكاهن أو العرافة والدجال، تقول له اكتب لي ورقة من العين، اكتب لي ورقة من العارض، اكتب لي ورقة للنجاح، اكتب لي ورقة عشان أولادي ما تصيبهم الأمراض غير من الأشياء. يا أخواننا ده كله من المحرمات
بل دي من أعظم المحرمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يعني لذول لما نجي للدجال ده ويطلب منه شيء كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. طيب لو ما صدقوا، لأنه في ناس عندهم فضول، الزول بيمشي فضول بس، يقول لك يا أخي نقعد نشوف الزول اللي بيكتب شنو وبقول شنو، ولا يقول لي شوف لي الخيرة المرة دي، أنا دار الزواجة خاطبة، هل أنا بتزوجة ما بتزوجة، بيكون حياتنا كويسة ما كويسة، فضول بس بيمشي له. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: لم تقبل له صلاة 40 يوما. والعياذ بالله، ده لو مشى ما صدق الدجال، لكن بس مشى فضول دار يقعد يشوف اللي بيحصل شنو. قال: لم تقبل له صلاة 40 يوما. والعياذ بالله. لذلك يا أخواننا، هذه الأشياء من الأمور الخطيرة. ولاحظ الوصية جاءت خاصة للنساء، لأنه أكثر الشرك يقع في النساء، الأكثر عند النساء، اللي بيمشوا للدجالين، اللي بيؤمنوا بالخرافات، اللي بيؤمنوا بهذه الشعوذة، الأكثر في النساء. لذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الدجال، المسيح الدجال هو نوع من أنواع الدجالين، بيجي يخدع الناس بشعوذة وبخوارق عادات، يقول للسماء أمطري فتمطر. تخيل معاي أنت، بيجي زول بيقول للسماء نزل المطرة، المطرة تنزل في وقتها، يقول للأرض أنبتي في الحال، تطلع الزروع والمحاصيل والأشجار قدامك طوالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم عن الدجال، قال: يأتي إلى رجل، زول قدامه يشيل السيف يضرب ويقطع نص، ويمشي بين شقيه، يقطع النص فرقتين بهنا وبهنا ويمشي في نصه، بعد ذلك يقول للرجل ده كن، يرجع تاني، أو عد كما كنت، يرجع تاني يبقى زول زي ما هو. دجال خطير جدا، عنده شعوذة خطيرة. طيب لكن مع ده، المسيح الدجال مكتوب على جبهته كافر، مكتوبة كاف فراء، يقرأها المؤمن فقط، الزول المشرك ما بيقرأ، الكافر ما بيقرأ، يقرأها المؤمن فقط، يقرأ إنه ده كافر، المؤمن يعرفه ويحذر ما بيتبعه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأكثر أتباعه من اليهود والنساء، لأنهم بيتخدعوا. فتجد الآن عند أمهاتنا وعند أهلنا كثير عندهم الخطأ في مسألة المشعوذين والدجالين، يؤمنوا بهذه الخرافات ويعتقدوا فيها اعتقاد كبير. عشان كده كان يا أخواننا أول مسألة بايع النبي صلى الله عليه وسلم عليها النساء ألا يشركن بالله شيئا. أنت زوجتك في البيت تعلم التوحيد، تعلم التوكل على الله والاعتماد على الله، وإنها تدعو ربنا، مش الليلة الجاري على لسانهم الواحد أول ما حصل لها شيء هيا النبي وهيا النبي نوح وهيا يا شيخ فلان ويا شيخ علان. لا، الكلام ده ما بجوز، ما بجوز، لو حليفة ولا دعاء كله ما بجوز. النبي عليه الصلاة والسلام رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم من الأيام يحلف بأبيه الخطاب، قال: والخطاب؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ما تحلف، ما تحلف بأبوك، ما تحلف بالكسرة، ده كله ما بجوز يا أخواننا. لكن النسوان عندهم كثير، لأنها بتعظم شيخة تقول لك: وحد شيخي، وحد شيخي فلان. الكلام ده ده من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذه الوصية الأولى، ودي الوصية العظيمة، لأنه دي أساس الإسلام وأساس الدين. المرأة لو وحدت ربها وأطاعت زوجها وحصنت نفسها بالحجاب كده تكون إن شاء الله أكملت أغلب دينها. فهذه المسألة الأولى. قال: ولا يسرقنا، وهذه معروفة ولا تحتاج إلى شرح ولا إلى تفصيل، السرقة من المحرمات وما تحتاج إلى تفصيل. لكن انتبهوا، هنا مسألة مهمة. إذا كان المرأة
زوجها شحيح لا يعطيها ما يكفيها ويكفي أولادها. يعني الراجل عنده القروش خاطيها في الدولاب وهي المرأة محتاجة مش لأشياء زايدة، مش عاوزة تشتري ذهب ولا تغير الست بتاع البيت، لا لا، هي تحتاج إلى أساسيات البيت من الطعام والشراب والعلاج. في هذه الحالة يجوز للمرأة أن تأخذ ما يكفيها من الأشياء الأساسية في البيت حتى من غير إذن زوجها، إذا كان بشرط هو شحيح ما بيعطيها. لكن لو كان هو بيديها ما بجوز تأخذ من غير إذنه، تستأذن منه وتشيل. لكن لو كان بتقول له نحن الآن محتاجين سكر للبيت، الأولاد ما عندهم سكر نعمل بس شاي ما عندهم، طيب هو ما بديه ومع انه عنده، في الحالة دي يجوز لها أن تأخذ. لما جاء عن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وأولادي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وأولادك. لكن يا إخواننا لا يجوز للمرأة السرقة، حرام على المرأة وعلى الراجل حرام. والمرأة لا تعود يدها الخيانة، لأن الخيانة من السرقة بتمشي لأشياء أخرى. طيب قال ولا يسرقنا ولا يزنينا، والزنا من الكبائر. قال تبارك وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. المرأة اللي بتأتي الفاحشة تعاقب، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك ذلكم أزكى لكم وأطهر. طيب فتجلد المرأة الزانية. ولكن يا أخواننا المسلم يحذر الزنا، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما حرم الزنا حرم الاقتراب من الزنا. يلا لاحظ تحريم الزنا ما جاء تحريم انه ما تزني، اي الزول ما يزني، لكن لاحظ التحريم جاء بصيغة أدقة. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا الزنا. لاحظ، لأنه أنت لو قربت من الزنا ما بتقدر تحذر منه تاني. ما تقرب من الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لا تقرب الزنا أي لا تأتي بأسباب الزنا. الأسباب، أولا من أسباب الزنا لبس المرأة. لما المرأة تلبس لبس غير محتشم متبرج وتقلد المرأة في لبسها، تقلد الكافرات من اللي بيشوفون في المسلسلات والأفلام والمقاطع والفيديوهات وغيرها، يشوفوا كيف الخواجات بيلبسوا يلبسوا زيهم، كيف نسوان المسلسلات بيلبسوا يلبسوا زيهم، وهذا يا اخواننا من الاقتراب من الزنا. يعني اول ما لبست لبس متبرج اقتربت من الزنا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في آية الزنا تكلم عن المرأة قبل الرجل، قال الزانية والزاني، لأن السبب في الزنا منه، المرأة ولا الرجل؟ السبب الأول المرأة لبست لبسا متبرجا، إذن دعت إلى الزنا. أول ما لبست لبس متبرج دعت الناس إلى الزنا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرأة تعطرت ثم خرجت من بيتها ليجد الرجال رائحتها فهي زانية، كده زانية، وإن كان ما زنت لكن كده هي
دعت إلى الفاحشة وإلى الزنا. عشان كده يا إخواننا، عشان نحن نحقق الآية ولا تقربوا الزنا، أول حاجة اللبس. الزي الشرعي الواجب على المرأة أن تلبس الحجاب الشرعي. طيب شنو الحجاب الشرعي؟ جاء في آية سورة الأحزاب قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. أزواجه وبناته ونساء المؤمنين، أصناف ثلاثة. طيب يعملوا شنو؟ يدنين عليهن، يعني من فوق يدني. الإدناء العلماء قالوا كما قال ابن حجر الإرخاء من أعلى إلى أسفل، من أعلى إلى أسفل. يدنين عليهن من جلابيبهن. طيب تنزل ثيابها من فوق إلى تحت، تستر من فوق لتحت. ربنا سبحانه وتعالى قال: ذلك أدنى أن يعرفنا. تعرف شنو يعني؟ تعرف أنها من الحرائر، لأن المجتمع زمان مقسوم لاثنين، حرة وأمة. أمة دي مملوكة، يعني ما حرة، مملوكة. والحرة كويس، ما مملوكة، مقسوم لاثنين. أما الأمة فيجوز أن تكشف وجهها. شكد ربنا قال: ذلك أدنى أن يعرفنا، تعرف أنها حرة وليست بأمة، لأن الأمة ما بتكشف وجهها. لأن عند العرب كانت من عوائدهم، من العادات عندهم، إنه حتى الناس السيئين، سبحان الله أخوانا، شوفوا العرب ديل عندهم أخلاق عجيبة. كيف الرجل السيء الدائر يرتكب الفاحشة ما بيرتكبها مع المرأة الحرة أصلا. شكد السيدة عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ الحرة ما بتزني عندهم أصلا. الزول السيء ذاته الدرع من الفاحشة لو يعرف إنه دي حرة ما بيمشي لها، بيمشي للإماء، للجواري، المملوكات. شكد ربنا قال: ذلك أدنى أن يعرفنا. سبب نزول الآية إنه في نساء من الحرائر من المؤمنات كانوا بيخرجوا في طرقات مكة إلى قضاء حوائجهن. يعني النساء ما كان عندهم الكنف، الكنف اللي هي المرحاض، ما كان في البيوت، ما في، بيمشوا برا الخلاء. فالنساء بيطلعوا بالليل عشان يقضوا حياتهم ويرجعوا، فاتقاموا يتعرضوا لهم السفهاء في الشارع، يتعرضوا لبعض النساء من الحرائر من المؤمنات. فلما تعرضوا لهم ربنا سبحانه وتعالى نزل آية الحجاب إنه تتميز، تبقى الحرة شكلها ما بيشبه الأمة. الحرة محجبة مغطية جسمها، أما الأمة تكشف وجهها. ربنا قال: ذلك أدنى أن يعرفنا، تعرف إنها حرة شان السفيه ما يتعرض لها. ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. فالحجاب الشرعي ستر جميع البدن. الإمام مالك رضي الله عنه قال: المرأة عورة كلها، كما جاء في الحديث المرأة عورة. قال: فإذا خرجت من بيتها لا يبدو منها ولا خفها. الخف ده اللي احنا بنسميه الكعب تحت، ما يظهر من المرأة، تستر كل بدنها. سيدة عائشة رضي الله عنها قالت: رحم الله نساء الأنصار لما أنزل الله يدنين عليهن من جلابيبهن، قالت: شغغن مروطهن. المروط الهدوم التخينة، يعني القماش التخين، جابنا القماش التخين. قالت: وغطينا وجوههن وخرجنا، طلع عن صلاة الصبح كأنهن الغربان سواد. عشان كده قالوا مستحب للمرأة تلبس الأسود، الألوان الثانية بتجوز إذا كانت ما مزخرفة، لكن يستحب الأسود. قالت: غطينا وجوههن وخرجنا كأنهن الغربان لا يعرفون أحد. لو عاينت لا ما بتعرفها. هذا هو الحجاب، وده يا أخواننا أول السبل اللي نحن بنمنع بها الاقتراب من الزنا. ولا تغربوا الزنا، المرأة ما تتبرج. اثنين، لا تخضع المرأة بالقول، لأنه من دواعي الزنا ومن دواعي الفاحشة إنه المرأة تخضع بالكلام. هسه الآن في واحدين بيشكلوا الكلام وبنمغوا طريقة كلامهم بصورة فاتنة جدا، فتنة، بيتكلموا بصورة فتنة.
عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. في ناس مرضانين قلوبهم مريضة، لما يسمع كلام لذيذ ها بيفتتن. فاثنين، المرأة تستر لسانها. هل معنى الكلام ده انه المرأة ما تتكلم مع الرجال اصلا؟ لا، ما معناه كده. تتكلم، لكن تتكلم كلام بالمعروف وعند الحاجة. تكلم بالمعروف، مش تتكسر في الكلام وتقول لك كلام كده فتنة ذاته، هذا لا يجوز. الأمر الثالث الاختلاط. يمنع للمرأة أن تختلط بالرجال. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد بتاعه، المسجد النبوي، يصلي الرجال والنساء. فذات يوم خرج الرجال والنساء والتقوا في الطريق، التقوا في الطريق مع بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذاك كلم الرجال والنساء، قال نظم لهم الطريق ذات يمشوا كيف. قال للنساء: ليس لكن وسط الطريق. المرأة لما تجي من الحياة ومن الأدب ما تمشي بنص الشارع، تمشي على الطرف، والرجل يمشي في نص الشارع، هذا من الحياة. كويس. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجال إنه ما يخرجوا حتى تخرج النساء، يعني لما انتهوا من الصلاة، ما كانوا طوال خلفهم، مسجد واحد، النساء من الخلف. قال إنه الرجل ما يلتفت حتى تخرج النساء. أيضا كل ده يقوانا عشان يمنع الاختلاط بين الرجال والنساء. قال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها، الصف الأولاني ده أفضل صف للرجال، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، الأخير الأفضل. يعني النساء لما يجوا يقفوا في الصلاة يبدوا بالأخير، بعد ذاك اللي بتجي تخش قدام كده، تجي تخش قدام، بعكس الرجال. الرجال يبدو بالأول، الأول فالأول، أما النساء يبدو بالأخير، هذا الأفضل. ليه؟ لأنه الصف الأخير من الرجال أقرب للصف الأول من النساء. وذكر في تفسير قوله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، أن رجلا جاء فتأخر في الصف. كل ما يجي الصف يقرب منه بيتأخر، يرجع للصف اللي بعده. كل ما الصف يجي يتأخر يرجع، لحد ما بقى في آخر الصف. لماذا؟ كان يود أن ينظر إلى امرأة وضيئة من النساء، هو دار ينظر لها. فلما بقى في الصف الأخير وهي في الصف، لعلها في الصف الأول، تمكن فنظر إليها، فأنزل الله تبارك وتعالى الآية: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. أي الإنسان اللي تأخر لغرض معين وهو غرض محرم. وبالتالي نحن يا إخواننا عشان نحقق الآية: ولا تقربوا الزنا، المرأة تعتصم بالحجاب. اثنين، تعف صوتها عن فتنة الرجال. ثلاثة، تبتعد عن الاختلاط بالرجال إلا إذا كانت هناك ضرورة، ضرورة كالعلاج، ضرورة كغيرها من الضرورات، ما في إشكال. لكن بعد ذاك ما في ضرورة، المرأة مكانها والرجل مكانه بعيد تماما. طيب، آخر الآية وآخر وصية أقف عندها، وإن شاء الله نجيب عن سؤال أو سؤالين فيما يخص النساء. آخر وصية قال: ولا يعصينك في معروف. يعني ما يعصي النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به من المعروف. وأكثر الأشياء التي تقع فيها يقع فيها العصيان عند النساء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الواشمات، الواشمة والمستوشمة. الوشم يهو من الوسم،
والمستوشمة يعني اللي بتقسمها، والفالجة والمتفلجة يعني اللي ما عندها فلجة، الفلجة اللي هي فرقة بين الأسنان في وسط الفم من الأعلى، دي الفلجة. بعض النساء يكون مع سنونها مع بعض فتمشي بتنحت في النص، تنحت تعمل فلجة، لأن شيء يعني من الجمال يعني، هذه ملعونة. الفالجة والمتفلجة. قال والواصلة والمستوصلة. الواصلة بعض النساء يكون شعرها قصير، تجيب لها شعر ثاني توصله، يسموه باروكة ولا بسموه شنو، توصل شعر ثاني زيادة، هذه ملعونة. قال والنامصة والمتنمصة. النامصة هي اللي بترقق الحاجب، تكون الحواجب غليظة شوية، أظن هم عندهم المرأة تكون جميلة لابد تكون حواجب رغيقة ولا شنو ما أدري، المهم فبقوموا برققوهم بالموس كده، شيلوا من فوق وشيلوا من تحت وقصروا بها جاي، مين في النابط ترصوا لها كده كويس، تمام. هذه ملعونة أيضا، كويس. ده كله يا أخواننا ما بجوز، ويلحق بهذا عند العلماء استعمال الأدهنة والكريمات المغيرة لخلق الله. في أدهنة ما محرمة، هي الكريمات دي نوعين، منها نوع يغير خلق الله، تلقى الوش لون والكرعين لون ثاني، يغير اللون، هذا محرم. طيب أما نوع الأدهنة والكريمات التي تستخدم لتلطيف البشرة أو لعلاج البشرة من بعض الأمراض أو للدهان العادي، يعني زول من البريد من كده الغبش الواحدة دي زول عشان ما يغبش يستخدم كريم معين، فدي كلها ما بتدخل في الحرام لأنها ما بتغير لخلق الله تبارك وتعالى. ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ده كله من فعل الشيطان. تلقى الوحدة وشها لون ورجولها لون ثاني. أول الآن بيجوا يعملوا أشياء، واحد قال لي كمان بقت مش وش، بقى كله بيعملوا مع بعض بحبوب يبلعوها وبعقاقير معينة استخدموها تغير لون البشرة كلها. أولا يا أخواننا ده محرم، وزيادة على الحرام هو مضر، لأن هذه مواد كيميائية، وهذه المواد الكيميائية المغيرة للبشرة في نهايتها بتخلص لشنو؟ في آخرة بتخلص لأمراض جلدية وأمراض خطيرة، قد تصل إلى أمراض الأورام الخبيثة كأورام السرطانات وغيرها والعياذ بالله. فيا أخي أنت كوني على طبيعتك، كوني على طبيعتك، والوحدة ما يحمل البحث عن الزواج إنها ترتكب الحرام. يا أخي يا أخي تبحث بالحلال، وربنا سبحانه وتعالى يقول وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الواحدة عشان دارة تتزوج تمشي تكذب يا أخي، ده ما شكلك الحقيقي، تتغيري ما حيكتشفوا في النهاية، في النهاية يكتشف الحقيقة وحتبقى حياتكم سيئة جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله. الواحدة ما تطلب الحاجة بالمعصية، إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الواحدة تتقي الله سبحانه وتعالى وتصون نفسها وتدعو ربنا، ربنا بيرزقها الزوج الكريم الأخلاق والحسن الدين. أما لو قعدت لا تجيبوا بالكريمات وحدات مشان يرقصن في الحفلات عشان الفيلم بتاع الحفلة ده يشوفوه ويمشي يشوفوها في الفيلم ده ويرسلوا له واحد وين ويجي مغترب يتزوجك، وده كله يا أخواننا من الحرام، هذا من الحرام. وزيد على الحرام هو فيه حتى في إساءة للخلق العام اللي الناس نشأت عليه. على أي حال دي يا أخواننا برضو يجب مراعاتها. وآخر ما أختم به مما يجب أن يراعى في مسألة الوفيات، النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من لطم الخدود، يعني أول ما جابوا لي الخبر بتاع موت فلان أخوك
زوجك العزيز عليك طوالي بتضرب وشع. النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر ده من الكبائر عليه الصلاة والسلام، لطم الخدود تضرب وشها ومصيبتان وشقاي وكده وطوالي تروح تضرب وشها. أها، من لطم الخدود وشق الجيوب، الجيب ده فتحة القميص من الأعلى، تمسك قميصه وبتشرطه، وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. دعوى الجاهلية أول ما المرأة خلاص ما تلاقي زول بيقوا يبكوا تلقاه بتوصف، يا فلان الليلة الشجرة مضل، ويا فلان اللي انت سويت، وفلان الهناي وما زي الرجال، وتلقاه جايبالك بنغمة. ده مما يدل على الاحتيال بتاعين. انت الغافية دي جبتها من وين؟ اسمع، قلت موجوعة ومتألمة للمصيبة وحرقاك، تلقاه جايبالك غافية، غافية لبيد ما يجيبها كويس، شاعر بس ترص عليك قصيدة عديل، الليلة يا فلان لامية أو نونية، تلقى قصيدة، يا فلان السويت ويا فلان الفعلتة وانت يا زيك منو، ده كله ما حيرجع الميت. أها، حيرجع ما حيرجع. ربنا سبحانه وتعالى قال ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، لا يرجعون، ما حيرجع تاني إنسان مادة تاني إلا يقوم يوم القيامة. ولذلك يا أخواننا هذا من دعاوى الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن، قال الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. المرأة تنوح على الميت، ما في بأس يا أخواننا المرأة تحزن وتبكي، الراجل ذاته اللي يبكي، ما في بأس. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولد إبراهيم قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فالإنسان إذا حزن ودمعت عينه بكى ما في مشكلة، يبكي الإنسان راجل ولا مرأة يبكي تمام، وقلبه يحزن ما في مشكلة، ما دام فعال طبيعي. الإنسان مجبول على المسألة دي، ربنا خلقه كده بيحزن ويتألم، لكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا. ما تتكلم، ما تقول يا فلان فقدناك وكان بدري عليك، كان بدري عليه شنو يعني؟ يعني قعدوا لك شوية ولا شنو؟ وهسه لو جابوا لك أنت بتقبلي بيو؟ وبعد ما كفنوه ودوا جابوا لك رجع بتقبلي بيو تاني؟ ما بتقبل بيو، وتقول لك كان بدري عليك، بدري على وين؟ ربنا سبحانه وتعالى قال فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة، فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. تاني ما في طريقة، جاء أجله ده خلاص. فالمرأة المباح لها في الشريعة تبكي تحزن في قلبها، لكن ما تتكلم إلا بما يرضي الله، تقول استغفر الله، تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. والصبر عند الوهلة الأولى. المرأة النبي صلى الله عليه وسلم وجد عند القبر وهي حزينة على ولدها واقفة عند القبر بتاعه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها يا هذه اتقي الله واصبري. هي ما عارفة ودمنه، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، أنا الوجع وجعتي وانت المصيبة ما مصيبتي أنا. هي ما عارفة ود النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم مضى خبروها بعد ذلك، قول لها يا أخي اللي تكلم معك ده الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاءت إليه كأنها تعتذر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنما الصبر عند الوهلة الأولى. بعد ذلك أي إنسان بيرضى بمصيبته، ما خلاص بعد أيام مهما كانت الميتة حارة يعني، بعد أيام تلقى يزل بقى عادي وماشي خلاص، جاب خداره ويأكل ويشرب ويضحك أموره خلاص بقت عادية. لكن الصبر الفي والأجر عند الوهلة الأولى. واحد يقول كلام كويس يحمد ربنا على ما أصابه، الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون.
يحتسب الفقيد بتاعه عند الله سبحانه وتعالى ويدعو بخير ويقول كلام خير. بعد ذاك لو حزن لو بكى تألم قلبه ما في بأس في ده. طيب يضاف لهذا يا اخواننا مسألة وهي اللي هو عندنا الحزن او بسموه النساء هنا بالحداد، تحد المرأة على قريبة. الحداد او الحد نوعين، حد المرأة على الزوج. والحد هو شكله كيف؟ يعني المرأة ما تتطيب، ما تلبس لباس مزخرف ومزركش وجميل في بيتها يعني، ومثل هذه الأشياء ما تستعمل صابون فيه ريحة، ما بتلقى لابس لبس كده فرائحي زي ما بقوله، وهكذا ده بسموه الحد. طيب إذا كان على الزوج فمقداره واحد من نوعين، 4 أشهر و10، ده للمرأة لو كانت غير حامل. أي مرأة غير حامل تمكس على زوجها، يعني حداد على زوجها، 4 أشهر و10، 4 شهور و10 يوم تقعد في بيتها جوا، ما تمرق إلا لضرورة، تلبس لباس ما شرطي اللبس يكون أسود، في ناس بيقول لك بس أسود، لا ما شرط أسود، أي لون لكن ما يكون زينة، لبس أبيض كله، لبس مثلا بنفسجي كله، أي لكن لون ما يكون زينة مزركش، لبس مزخرف زينة ثياب كده في بيتها ما بجوز زيها، ما بجوز، إنما تلبس شنو؟ لبس غير زينة، وتبتعد عن الطيب وتبتعد عن الروائح بتاعت الصابون ونحوه. طيب ده حداد المرأة على زوجها. طيب المرأة لو مات لها قريب غير الزوج، أخو، عم، خال، والد إلى آخره، هل يجوز لها أن تحد عليه 4 شهور أو زيادة؟ لا يجوز شرعا، ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز للمرأة، كما قال، أن تحد على غير الزوج فوق 3 يوم. البجوزة 3 يوم فقط، إلا للزوج بعدك 4 شهور و10 يوم، أما غير الزوج 3 أيام فقط، ما تزيد على كده. بعدك تتطيب إلى زوجها ولو كانت غير متزوجة، وتقدم لها خاطب وكذا، تتهيأ وتتجمل إلى الخطاب ونحو ذلك، ما بجوز زيها تحيط فوق ذلك. أما لو كانت حامل من زوجها والمات زوجها ذاته، هي بتنتهي عدتها والحد بتاعها ينتهي بوضع الحمل، بوضع الحمل. لو وضعت بعد 2 يوم انتهى، ولو وضعت بعد 5 7 شهور الحد بتاعها يستمر إلى 7 شهور. طيب المسألة دي يا أخواننا مهمة، والناس عندها عوائد وهي عوائد من عوائد الجاهلية، ونسائنا الناس تعظم يبتعدوا عن الأشياء دي. وما هو ذنب الزوج كي يعاقب بالحد على قريب آخر؟ الزوج موجود، المرأة يكون زوجها موجود، طيب ومات أخوها أو مات عمها أو مات أبوها، هي تحد عليه 1 أو 2 شهور كثيرة وزوجها موجود، هذا من نقصان حقوق الزوج، والمرأة تحاسب على حقوق زوجها يوم القيامة، وزوجها لو كان غاضب تلعنها الملائكة. ما يجوز مرأة تتجرأ على أشياء زي دي، هذا محرم يا أخواننا، هذا من أشد المحرمات، بل هو من كبائر الذنوب. طيب السائل يقول هل ترتيب الصور في الصلاة ضرورة أو واجب؟ لعل السائل يقصد إنه إذا قرأت في الركعة الأولى مثلا صورة قل هو الله أحد، بعدها في الفلق وفي الناس،
هل ممكن اقرا في الركعه الثانيه اقرا فوق منها مثلا تبت يدا دي قباله، او اقرا النصر قباله، او اقرا الكوثر قباله؟ هل يشترط الترتيب او لا يشترط؟ الافضل يا اخواننا الترتيب، الافضل ترتيب القران على ما هو عليه. يعني انسان يقرا قل هو الله احد، بعدين يقرا الصوره اللي بعديها، يقرا مثلا الضحى يقرا بعديها الشرح الصوره اللي بعديها، هذا الافضل. ولكن لو قرا الانسان بالصوره متاخره ورجع لصوره متقدمه الصلاه صحيحه، لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فقرا بصوره النساء، قرا النساء صلى معاه ابن مسعود قرا كامله، رجع قرا ال عمران، آل عمران قبال النساء فرجع. ده عندنا بسموه التنكيس، يقول لك نكس القرآن، لكن الصحيح التنكيس ما هو ده. التنكيس أن تقرأ من سورة واحدة، سورة واحدة تقرأ آيات متأخرة، طيب، وتجي في الرقعة الثانية تقرأ آيات متقدمة، تمام؟ يعني سورة البقرة من أواخر الآيات فيها شنو؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، دي الآية قبل الأخيرة، تمام؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الآية الأخيرة. أنا جيت قريت الآية الأخيرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت، دي قريتها في الرقعة الأولى. رجعت بعد ذلك قمت قريت شنو؟ قريت آية الكرسي. آية الكرسي دي قبالة كثير، يلا ده التنكيس. لا ده ما بجوز، يعني في الصورة الواحدة ما اقرا في الاخر بعد ذاك اجي اقرا في الاول، لا اقرا في الاول بعد ذاك اجي اقرا في الاخر. هذا هو عند العلماء التنكيس الذي لا يجوز. اما قرايه سوره متاخره وبعدها اجي اقرا سوره قباله، هذا لا يعتبر من التنكيس. طيب السؤال تقول أنا أطيع أو أنا طائعة لزوجي وهو ما يطيعني. طيب هو الواجب، الواجب طبعا المرأة الواجب عليها أن تطيع زوجها، هذا الواجب. طيب أما أنت ما بتقولي هو ما بيطيعني، لكن تقولي هو لا يقدر حوائجي، في حاجات معينة أنا عاوزاها هو ما بقدرها. فيبقى يا اخواننا نحن كما انه واجب على المراه تطيع زوجها، كذلك يجب على الرجل ان يلبي حاجات اهله في المعروف. ودائما في الدنيا المصاحبه بين الرجل والمراه تكون بالمعروف. يعني انت لو نفذت لزوجتك الاشياء اللي هي طالباها من الخير ومن المعروف، ده 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 ما اهانه لك. في ناس يقول لك يا اخي، الناس بيقولوا عليه شنو يا اخي؟ يقول علينا اسمع كلام المراه؟ لا لا بس عكاس لك اذا ما بعمل. يا اخواننا ما في كلام زي ده، بيدخل بتاع ركوب راس. انت في النهايه ما دام هي طالبه شيء والشيء انت عندك او في مقدورك وبتقدر عليه والشيء ده ما بضر شيء من المعروف، انت اعمله لها ما في باس، ما بقولوا حكمتك ولا كده. طيب الا بس تطلب حرام ما بجوز انت تطيع في الحرام. هل يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بدون علمه لحوجة أو لحاجة المنزل؟ المسألة تكلمنا عنها قبل شوية وقلنا بتجوز بضوابط. الضابط الأول إنه الراجل يكون ذول شحيح ما بيعطي المرأة، ما بيعطيها شحيح، ما بيعطيها. يعني لو طلبت منه قالت له أنا عاوزة مثلا دقيق أو سكر أو مثلا كذا لإكرام ضيف أو لشيء زي ده من أولويات المنزل، ما بديها. ده الشرط يكون ما بديها. طيب الشرط الثاني ان يكون من الاولويات، يعني ما تكون هي طالبه لا شيء طرف، دايره تمشي تغير الذهب بتاعه وتشتري ذهب جديد، والدايره ما تعرف تعمل شنو. اشياء زي دي ليست من الاولويات، لا يجوز لها ان تاخذ بغير اذنه. اما لو كان من الاولويات وهو ما بيعطيها فيجوز لها ان تاخذ ما يكفيها ويكفي عيالها. هل يحق لزوجي أن أقول له ما تصافح النساء؟
نعم تقول له من باب النصيحة يعني ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وطبعا النسوان عندهم المسألة دي ممكن يدوها طابع تاني يعني غير مسألة الأمر بالمعروف. تقول ما دايرك تشوف النسوان ولا تسلم عليهن وكده، إذا بتعتبر إنها دي ذات نوع من التقدير له كويس والمحافظة على مكانتها، لأنه كان مشيت سلمت على النسوان وتونست معين ممكن تجيب لها واحدة تاني. فالمهم فيكون الواحدة أنت مع حرصك إنه ما يجيبوا لك واحدة تانية، ما خلاص ده شيء بخصك أنت، لكن أحرصي إنه أنت تقول له الكلام ده يعني عشان أنت تأمره بالمعروف يعني دار له الخير وحب له الخير وكده. أنت تكلميه إنه ما يصافح النساء من باب حب الخير. ولو بعد ذاك تاني أضفت البرنامج بتاعك ده يكون ده موضوع تاني. طيب السائل يقول التسبيح بالسبحة حرام أم مكروه؟ يا أخواننا التسبيح يكون بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن أصلا عشان ما ندخل نفسنا في أي شيء تاني، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسبح كيف؟ في سنن الترمذي كان النبي عليه الصلاة والسلام قال يعقد التسبيح بيمينه بأصابعه، وجاء في حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أمهات المؤمنين أن يعقدن التسبيح بالأنامل بيدينهم يعني، ويقول إنهن مستنطقات، مستنطقة يعني اليد بعدين بيسألوك وبتتكلم بتشهد لك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أسا الناس يجي يقول لك لا لا في عالم أفتانا قال بيجوز وفي عالم تاني قال ما بيجوز وده قال بيجوز كده، خلوني من القال بيجوز والقال ما بيجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسبح كيف؟ كان بيسبح بيده بس، نسبح بيدنا. نعم. السائل يقول ما حكم صلاة الفاتح عند التجانية التي تعدل القرآن 6000 مرة؟ وبالله التوفيق. اولا الطريقه التجانيه حكمها شنو ذاتها؟ قبال صلاه الفاتح. حكم الانتماء لطريقه تجانيه او الى غيرها من الطرق ده من التفرق في الدين، هذا من التفرق. والله تبارك وتعالى يقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. اول حاجه احنا نساله منو قال لك يا اخي قسم لنا الأمة الإسلامية إلى تجانية وإلى سمانية وإلى غيره وغيره وغيره؟ منو قال لك قسم الأمة؟ نحن كلنا مسلمين تبع النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام. فأولا كون نعمل طريقة هذه مذمومة ما ممدوحة في الدين ولا تجوز. اثنين هذه الطريقة مبنية على ماذا؟ حتى لو قلنا خلاص سموه اسم معين، اسم معين طيب ما في مشكلة في الاسم، لكن مبنى الطريقة دي على شنو؟ مبنية على طاعة الشيخ وعلى تعليمات الشيخ زعيمهم اللي هو اسمه أحمد التجاني واللي هو كاتب الكتاب بتاعهم اسمه جواهر المعاني، كتاب موجود عندي جواهر المعاني وبلوغ الأماني، وعنده كتاب اسمه الفتح الرباني. في الكتاب ده قال شنو؟ بس أديك مقولة واحدة، يقول من زارني يوم الاثنين أو الجمعة دخل الجنة وإن كان كافراً. رأيك شنو في الكلام ده؟ الكلام ده بجوز؟ يعني من يزور الشيخ يوم الاثنين أو يوم الجمعة قال دخل الجنة ولو كان كافراً، والعياذ بالله الكلام ده بجوز؟ يا أخي نحن نقول لك من رأى النبي صلى الله عليه وسلم كافراً يدخل النار، صح ولا ما صح؟ عمه أبو لهب رأوا ولا ما رأوا؟ رأوا. أبو لهب وين؟ تبت يدا أبي لهب وتب، إلى قوله تعالى سيصلى نارا ذات لهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال من رآني دخل الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. عشان كده كونه عندهم رؤية الشيخ تدخل الجنة هذه من أعظم المنكرات. اثنين مسألة صلاة الفاتحة ومحل السؤال وختام السؤال، يقولوا صلاة الفاتح اللي هي بيقولوها عندهم اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق،
ناصر الحق بالحق الهادي إلى الصراط المستقيم والناصر لما سبقه إلى آخره. قالوا هذه الصلاة تعدل القرآن 6000 مرة. الكلام ده بصدقه منه يا أخوان؟ هل في كلام زي القرآن خليه يكون أفضل منه؟ في كلام زي القرآن؟ ربنا قال الله نزل أحسن الحديث، أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. القرآن ما في أحسن منه أبدا، من الكلام أبدا ما في أحسن منه، تمام؟ فكون يقول صلاة الفاتح تعدل القرآن 6000 مرة، وده موجود في كتابهم بالمناسبة. يعني السائل اللي ذكر السؤال ده ما جابه من فراغ، ده موجود في كتاب اسمه جواهر المعاني وبلوغ الأماني، الكتاب من مجلدين. في المجلد الأول في الصفحة من 132 لحد الصفحة 135، كتاب موجود الآن في السوق، الآن موجود، أنا عندي نسخة منه. يعني لو في زول قال لك لا لا الكلام ده ما قاعد يقوله، ولا لا الكلام ده موجود في الكتاب. فلا يجوز الانتماء لتجانية ولا لغير من الطرق، إنما نحن جميعا يا أخواننا نحن تبع للنبي صلى الله عليه وسلم، لا نفرق الأمة بمسميات ولا بطرق ولا بأحزاب ولا بغيره، إنما نتبع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. طيب، يقول المسح على الشراب هل يجوز؟ المسح على الشراب يا أخواننا وهو الجورب، يسمى في اللغة الجورب وهو الشراب. الشراب يجوز المسح عليه كما في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، يجوز المسح عليه ويعتبر زي الخف. الخف هو زي الجزمة لكن كبيرة بتغطي لحد الكعب، زي البوت عندنا بتاع العساكر ده، أو الجزمة بتشبه البوت طويلة، لو كانت بدون شراب زي دي بتمسح عليها. أما الجورب لو أنت لابس الشراب ده يجوز المسح عليه، لو كنت أنت مقيم يعني قاعد في أهلك أيام البرد دي بتطلع الشغل الصباح تلبس جزمتك وتلبس الشراب، بعد ذاك جيت لصلاة الظهر دار تتوضى، الشرط إنه تكون أنت توضيت قبل ما شنو؟ قبل ما تلبس، توضيت قبل ما تلبسه، هذا الشرط اللي فيه الأول. الشرط الثاني لو كنت مقيم قاعد في البلد بتمسح يوم وليلة، يعني بتحسب من أول مسحة. مثلا اتوضيت لصلاة الصبح، بعد ما جيت من الصلاة لبست هدومك، لبست الجزمة والشراب، طلعت الشغل لحد صلاة الظهر اتوضيت مسحت عليه، بتحسب من أول مسحة دي من صلاة الظهر لحد صلاة الظهر بتاعت بكرة. لو أنت ما خلعت الجورب ده تمسح عليه بس، تتوضى لحد ما تمسح على أذنيك، بعدها شنو؟ تمسح. وشكل المسح تأخذ موية في يدك اليمين، بس موية أخذتها في يدك اليمين ودفقت الموية، بتمسح من أعلى القدم زي الماسكة بفوق كده ده. من أعلى القدم وتجرها لفوق كده بس، ما بيتحد. ولا في ناس الواحد ينفع يمسحها كلها كده زي الورنيش يمسحها كلها، وأصلا المسح ده للتخفيف يا أخواننا، الحكم الشرعي للتخفيف. لما انت تمسحها زي الورنيش ما كانت تملصها وتغسل كراك، بس المسح للتخفيف، جرة واحدة بس خفيفة، بس شلت الماء في يدك كشحتها، بس جرة من قدام كده واحدة كده بس خلاص، تمسح موية تاني للشمال. ولو عملت يدك الاثنين اليمين اديت بها اليمين والشمال اديت بها الشمال برضو صح، برضو صحيح. فلو كنت مسافر 3 أيام بلياليها للمسافر، مدة المسح 3 أيام بلياليها. أما لو طلعت الشراب لو كنت متوضي الوضوء ما بيبطل، ودي مسألة كثير من الناس بيعملوا فيها شكلة. مرات تجي أنت تتوضى وتمسح على الجزمة بتاعتك ولا الشراب مسحت عليه، جيت داخل المسجد قمت قلعت جزمتك، ممكن تكون قلعت الشراب ذاته وخطيته برا، وجيت داخل المسجد طوالي جماعة بالشكله يقول لك يا عم ولا أنا ما بجوز، أنت ملصت الشراب معناه الوضوء، يعني الوضوء قاعد في الشراب ولا شنو؟ والوضوء ده طهارة حسية ومعنوية، الوضوء ما قاعد في الشراب، أنت ملصت الشراب لكن أنت متوضي. فده في مذهب الحسن البصري ونصر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين إنه الوضوء ما يبطل حتى لو قلعت الشراب ما يبطل. لكن لو أنت قلعت الشراب
وبعد ذاك وضوك بطل، دخلت الحمام وضوك بطل كويس، بجيت بعد ذاك انت لبست شرابك تاني، في الحالة دي يجوز لك تمسحي لها تتوضى، تتوضى أول وتلبس الشراب بعد ذاك تمسح عليه. طيب، هل يحق للمرأة أن تركب جنب الراجل في المركبات العامة؟ يا أخوانا دي من البلاء اللي ابتلينا به نحن، هذا من البلاء والفتنة العظيمة، وليرى كثير من الناس اللي فيهم ديانة وخير بيعانوا من المسألة دي. الراجل يركب والمرأة تركب جنبه، بعد شوية ده نام ورقد من فوق ليه، وعلى شوية شنو مد يده، فواحش وأشياء غريبة جدا. يا أخوانا الإنسان متى ما تمكن يبتعد من المرأة يبتعد، متى ما تمكن. لكن لو كان المقعدين بعيدات من بعض ما بيلمس المرأة والمرأة ما بتلمسه، فيغض بصره ويركب. لكن لو كان المقعدين متلاصقين مع بعض ما يجوز والله، ولو تنزل أركب شيء من المواصلات ولا أركب لك كارو إن شاء الله، ما بيجوز لك تتلصق في المرأة. هل يحل للمرأة الحامل أن تقول للطبيب ما هو جنس المولود؟ نعم، ما في بأس، والطبيب طبعا قد يعرف جنس المولود، لكن بعد فترة، في الأول ما بيعرفه، بعد فترة بعد ما يكبر الجنين أظن بعد 6 أشهر ونحوها، ويكتمل تكتمل الأعضاء الجنسية عند الجنين، بعد ذلك ممكن من خلال الموجات، هو الطبيب تقاله بيتكهن، تقاله كاهن، طبيب ما عنده موجات، موجات دي بعاين بها، بس حاجة بعاين بها، ولا دار طبيب، أنا ده ممكن أعاين، ما هي حاجة يعني ما كهانة، دي ما كهانة ولا عرافة ولا كده، ما ده أشياء من العلوم الطبيعية، يعني زي الإيمو ده، مش في مرام اسمه إيمو ولا اسمه شنو؟ أنت بتتكلم وشايف الزول يعني، ده قاعد في الخرطوم وأنت قاعد في العرباب، وأنت بتتكلم معه ويتكلم معك، وشايفه أنت شايف الصورة، ده في النهاية ما بنقول أوه هذا من السحر والدجل، ما سحر يا زول، ده برنامج بتاع تلفون، أنت بتشوفه وبشوفك، ما في بأس. ما في مشكلة، فده برنامج علمي طبيعي يعني، ما بيدخل في الآية شنو؟ ولا تدري نفسه ما ولا تدري من أول الآية، ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، لا دي ما داخلة فيها، يعلم ما في الأرحام دي تفسير براو، ما في الأرحام اللي بيعلم ربنا ده الطبيب ما بيعلمه، ربنا قال يعلم ما في الأرحام، ما دي يدخل فيها شنو؟ يدخل فيها لما يلدو بسموه منو؟ ها؟ ولما يلدو بيعيش وين؟ وحيموت بيتين؟ ومسلم ولا كافر؟ وبيتزوج منو؟ ده كله ربنا بيعلم، هذا في طبيب بيعلمه ليك؟ ربنا قال ما في الأرحام، ما في الأرحام يدخل فيها صفاته وشكله كيف وبيجي طويل ولا قصير وبيشتغل مزارعي ولا بيشتغل طبيب ولا بيشتغل كده مشاكل اللي بتحصل له في الدنيا شنو؟ ربنا يعلم ما في الأرحام، كله ده ربنا بيعلمه. أما الطبيب بس غاية ما عنده يعرف لك ذكر ولا أنثى. لكن قلت له لونه شنو ما بعرفه. فده ما من خصائص الطبيب، نعم. طيب، هل التسمية بأسماء إسلام وملاك وإيمان وتقوى وغير ذلك صحيحة؟ هذه الأسماء يا إخواننا ما صحيحة. هذه الأسماء ما صحيحة. لأن فيها تزكية، أفتى بها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه لما سئل عن اسم ملاك واسم إيمان واسم تقوى، قال هذه الأسماء تحمل تزكية في نفسها، وأحيانا بترتب عليها أشياء خطيرة، يعني تجي في البيت تسألهم تقولون إسلام فيه؟ نقول لك إسلام ما في، كيف إسلام ما في يا ناس؟ نحن مسلمين إسلام ما في كيف؟ تقول لا تقوى فيه؟ تقوى ما في، وتقول الله يا زاك يا تقوى، اي الله يا ذا التقوى كيف يا ناس؟ فايضا بتترتب على شنو يا اخوان؟ اشكالات كثيره. ملك تقول لها فقر يا ملك، تلقاهم ولا بالتجيران بتنبس فيها فقر يا ملك، يا اخوان الملك ما فقر ولا اي حاجه. فالعلماء قالوا تترتب على ذلك اشكالات ومفاسد، واحيانا يسموها تقوى وتلقاه فاسد ذاته، اسمه اسلام وتلقاه شيوعي. طيب اسمه اسلام وشيوعي. فعلى اي حال الانسان يا اخواننا يتجنب التسميه بهذه الاشياء. يعني الملاك ممكن يعدلوا فيها شويه، سماه مليكه، مليكه زي ما جدد انس بن مالك اسمها مليكه رضي الله عنها.
آخر سؤال مش؟ آخر سؤال، هل يجوز للمرأة المسافرة مش؟ شنو حج الحناء ولا شنو؟ المسافرة في حجها الحناء، يعني المسافرة للحج هي تتحنن وكذا. والله أنا ما أعلم نص عن أهل العلم في المسألة دي، ما أعلم فتوى معينة في المسألة دي، لكن عموما المرأة إذا كانت مسافرة لأداء مثل هذه المناسك فالأولى بها إنها تكون على طبيعتها، لأن هي ماشية لعبادة ما ماشية لمكان زينة وكذا. لكن ما أعلم شيء من فتاوى العلماء في هذه المسألة. جزاكم الله خير على حسن الاستماع وبارك الله فيكم. نسأل الله تبارك وتعالى يعلمنا علما نافعا ويرزقنا يقينا خالصا ويرزقنا الشفاء من كل داء، ويجعلنا إن شاء الله برر أتقياء، وأن يجمعنا يوم القيامة في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم.